The next expression is let's give it a go. Let's give it a go. Let's give it a go by selecting a random image. Let's give it a go by selecting a random image. Let's give it a go. 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 بلدي كده تعال نجرب حاجة جديدة. يعني مثلا صديقك بيطرح عليك انكم تجربوا مكان معين والمكان ده انت ما جربتوش قبل كده، فبتقول له ليه لا تعال نجرب. Let's give it a go. Let's give it a go. طب ولو عايزين نقولها اسرع، اتفقنا ان احنا هنعمل ايه؟ contraction، هنضم الكلمات. فبدل ما نقول let's give it a go ممكن نشيل let's خالص ونخليها give it a go. give it a go. طيب كلمة give هتنتهي عن sound v، الصوت بتاع ال v، وبعدين كلمة it مع a اللي هي بتاعت a go هتبقى t وقعت بين two vowel sounds، بين صوتين متحركين، فهتتنطق soft d، فهتبقى give it a go. give it a go. so let's give it a go.